باحتفاظ فواكه العالم تلتئم في مزرعة نموذجية رائدة. الأشجار المسنة بحديقة الحامة مبعث للراحة والطمأنينة، وزاوية العابدية بتوغورت سكينة لحفظة الذكر الكريم. أهلا بكم من جديد. في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس نشب حريق جراء تسربين على مستوى خط أنبوب أوكي واحد الذي يربط حوض الحمراء بسكيكدا، حيث حدث التسرب الأول بمخرج محطة الضخ SB2 ببلدية جامعة ولاية الوادي، والذي تم التحكم فيه من طرف عمال الصيانة لمجمع سونطراك، والإصلاحات جارية حاليا. أما التسرب الثاني فقد حدث بقرية البعاج التابعة لبلدية أم الطيور بالمقاطعة الإدارية بالمغير، التي تبعد حوالي 160 كيلومترا شمال غربي عاصمة ولاية الوادي، حسب ما أفاد به بيان مجمع سونطراك اليوم على الصفحة الرسمية فيسبوك. هذا وتمكنت فرق الحماية المدنية من إخماد الحريق الذي عرف توسعا بسبب سوائل البترولية المتسربة والتي تصب في وادي يتل المحاد للقرية الفلاحية البعاج. تدخلت وحدات مديرية الحماية المدنية لولاية واد، وبالخصوص وحدة الحماية المدنية بسطيل، وبدعم من الوحدة الثانوية بالمغير وكذا وحدة الحمراية، من أجل إخماد حريق يتمثل في تسرب غاز خام الواصل بين حوض الحمراء سكيكدا المار بواد إيتل بمنطقة شحمي قرية البعاج بلدية أم طيور. وبفضل الله وشجاعة الأعوان قمنا بإخماد والسيطرة على الحريق نهائيا. بالنسبة لمدة العملية استغرقت حوالي 7 ساعات من عملية الإخماد. الأملاك المنقذة عندنا أنبوب توصيل بترول خام الواصل بين حوض الحمراء بجاية. الخسائر المادية تتمثل في ثقب أنبوب البترول الخام الواصل بين حوض الحمراء سكيكدا، وكمية معتبرة من البترول. ولتفاصيل فيلتحق بنا عبر الهاتف موفدنا إلى مكان الحادث بالوادي محمد أيوب بنونة. محمد، ضعنا في صورة ما يجري. مرحبا بك. طبعا شرعت منذ الساعة الأولى لصبيحة اليوم فرقة متخصصة لإصلاح أنابيب البترول حوض الحمراء التابعة لمديرية النقل شرق السيدلة. كما قلت شرعت في عملية صيانة التسرب الذي حدث على مستوى منطقة البعاج بالولاية المنتدبة المغير بالأمس، أين كان التدخل الاستعجالي في المرحلة الأولى لامتصاص كميات البترول المتسرب على ضفاف مجرى وادي إيتل بتراب بلدية صيل، وذلك للحفاظ على البيئة والتحكم في مسار تنقل البترول المسرب. للإشارة فقط أن هذا التسرب لم تسجل فيه خسائر بشرية، وتم السيطرة على النيران التي اشتعلت ليلة أمس، تم السيطرة عليها من طرف وحدات الحماية المدنية لوحدة الصيل مدعومة كذلك بوحدة المغير وكذلك الواد، وإضافة إلى عمال الصيانة لسونطراك. لحد الآن الأعمال جارية على قدم وساق من أجل صيانة هذا التسرب على مستوى هذا الأنبوب. كذلك زميل محمد أيوب بنونة، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من مكان الحادث بالوادي، شكرا جزيلا لك. وكإجراء وقائي أولي قامت مصالح شركة سونطراك بوقف الضخ مؤقتا على مستوى هذا الأنبوب بعد عزل المقطع وتجنيد كل الفرق التقنية المختصة للقيام بعمليات التصليح في ظروف آمنة لضمان سلامة الأفراد والمنشآت. ويلتحق بنا عبر الهاتف مدير الاتصال بمجمع سونطراك سيد صخري منير. سيدي، ما هي الإجراءات التي اتخذتها سونطراك للحد
من انتشار الحريق. شكرا جزيلا. فورا عقب تسرب أو الحادث التسرب اللي وقع على مستوى خط الأنبوب أوكا واحد الذي يربط حوض الحمراء حسيم شعود بسيكدا، قامت الفرق التقنية المختصة لسوناتراك بأخذ كل التدابير اللازمة بعزل المقطع المصاب. أشغال الصيانة تقام آنيا في حول المكان، وكل هذه التدابير تؤخذ في ظروف مع مراعاة سلامة الأفراد والمنشآت. مدير الاتصال لمجمع سوناتراك السيد صخري منير، كنت معنا مباشرة عبر اتصال هاتفي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. في باقي أخبار النشرة، ترأس الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد أمس اجتماعا للحكومة جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، وقد تضمن جدول الأعمال مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاعي الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والمنتجات الصيدية. كما تم القيام خلال هذا الاجتماع بتقديم 4 عروض تتعلق بقطاعات الثقافة والنقل والداخلية، وكذا قطاع الصحة. نادي علمي تفصل أكثر. حكومة عبد العزيز جراد تراهن على قطاع الفلاحة كبديل استراتيجي لتنويع الاقتصاد الوطني. في هذا المسعى أضحى إضفاء المرونة على إجراءات إنشاء التعاونيات عبر تقليص الوثائق المطلوبة لتأسيسها وتحديد آجال لتسويتها أمرا ضروريا من أجل فتح مجال التعاون لجميع الشعب الفلاحية وتسهيل الممارسة المشتركة لنشاطات التعاونيات. وفي نشاط الصيد البحري جاء التأكيد على ضرورة الحفاظ على الموارد الصيدية واستغلالها المستدام، ولا سيما مراجعة الحجم الأدنى التجاري لبعض الأنواع في ثروتنا السماكية. للثقافة أيضا دور في دعم النشاط الاقتصادي في إطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للحكومة، التي تعمل وفق رؤية واضحة المعالم على ترقية وتثمين التراث الثقافي وحمايته بشكل أفضل، بمعنى المرور إلى مرحلة التثمين الاقتصادي للموروث الثقافي. تقوية الاقتصاد يمر حتما عبر ترقية التبادل التجاري وتقديم خدمات ذات جودة أفضل في هذا المجال. وبهذا الشأن فإن استراتيجية تطوير قطاع النقل الجوي تشمل كل الجوانب المرتبطة به، على غرار تسيير المطارات وإعادة النظر في حجم الأسطول الجوي وكذا كيفيات تمويله. تجسيد مشاريع ربط 7 بلديات في ولاية المدية بشبكة الغاز الطبيعي، ومشروع بناء مركز استشفائي جامعي بسعة 700 سرير بسطولي ولاية الجزائر، كان أيضا ضمن اجتماع الحكومة استجابة لانشغالات المواطنين محليا ووطنيا. في تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت أمس 311 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 45469 حالة مؤكدة، في حين يزداد عدد المتماثلين للشفاء يوما بعد يوم، حيث بلغ 32006 حالات، من بينها 260 حالة تماثلت للشفاء أمس. فيما سجلت أمس 6 وفيات، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1531 حالة، رحمهم الله جميعا. وللحد من انتشار فيروس كورونا، نظمت مديرية التجارة رفقة مصالح الشرطة لأمن ولاية تمن راس خرجة ميدانية للتوعية والتحسيس من الوباء. فاتحة بوعراف. بعد إعادة فتح المقاهي والمطاعم والمحال التجارية، عمل رقابي مكثف وخرجات ميدانية لأعوان مديرية التجارة بتمن راست لتوعية وتحسيس التجار والوقوف على مدى تطبيق شروط البروتوكول الصحي المعلن عنه. مريحين الحمد لله للكمامة تاعي،
ولا باس عليا. محل منظم كلش ماشي بنظام ونظيف، كي تدخل المحل كان ما تبغي تشتري كي تدخل المحل تشتري. انا راهم دارين كاع اللوازم تاع الوقايه والنظافه وهادو نتاع التباعد هادو راهم دارينهم. الحمد لله كنا ناكلوا ندوا معنا ودروك انا فتحت المطاعم ان شاء الله رانا في المستوى رانا قايمين ان شاء الله بالواجب. احنا يعني ركزنا على العمال ساعة. العمال هما اللي فهمناهم باللي يحافظوا على الحلويات والأطعمة هذه اللي نقدموها للزبون. شفنا باللي كان هناك يعني واحد استجابة خصوصا ما تعلق يعني بضرورة ارتداء الكمامات بالنسبة للمستخدمين وأيضا بالنسبة للزبائن. أيضا ركزنا على نقطة اللي هي ضرورة احترام شروط الحفظ والتخزين بالنسبة للمواد سريع التلف، يعني شفنا باللي كان هناك يعني التزام. مصالح الشرطة ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة والتنظيم هي الأخرى تقوم بخراجات رفقة مصالح التجارة في عمل رقابي توعوي. سجلنا استجابة من طرف المواطنين نظرا لربما الرفع من مستوى الوعي لدى المواطنين بحساسية وخطورة هذا الوباء، ناهيك عن العمل المشترك مع مصالح مديرية التجارة من خلال التوعية والتحسيس بضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وكذا احترام شروط النظافة. يبقى وعي المواطن وحرص التاجر على تطبيق البروتوكول الصحي هو السبيل الأنجع لمواجهة تفشي وباء كورونا. في الصحة دائما تدعمت ولاية غليزان بمستشفى يضم 60 سريرا ببلدية منداس، وهو ما من شأنه التخفيف من معاناة تنقل المواطنين بالمنطقة إلى ولايات مجاورة، تقول كاميليا حمو. مستشفى دائرة منداس مشروع هام سيتعزز به القطاع الصحي لولاية غليزان. المؤسسة من شأنها أن تضمن الرعاية الصحية للسكان مختلف المناطق المحيطة بهذه الدائرة التي تبعد عن عاصمة الولاية ب 36 كيلومتر. احنا كنا مغبنا شق الحد. كنا واحد يروح لتيرت، غليزان، الرحوية، دي فما نسيبوش ترونسفور نروحوا رانا نخلصوا. خير الدولة دارت لنا هذا السبيطار، شايرين نطلبوا من السلطات ومن يعاونونا في أقرب وقت. احنا الحمد لله ربي اللي داروا لنا هنا هذا السبيطار، احنا فرحين قدام ربي. هنايا قريب لينا سبيطار شباب ما شاء الله. ماذا بينا احنا كون يحلوا لنا في ذو الايام. احنا نتهناو وهم يتهناو. رانا في مرحلة تقريب المرحلة النهائية اللي هي مرحلة ليزيسي تاع التجهيزات العمومية، وفيما يخص التجهيزات الطبية يعني الإجراءات هي الغلاف المالي موجود، الإجراءات هي نحن في مرحلة إجراءات إدارية. ومن المنتظر أن تتم مرحلة تجهيز هذا الصرح الصحي خلال الأشهر القليلة القادمة. عملية التجهيز راهي في الخطوة الأخيرة تاعها. البارح ديجا نوز اون دوني لو فيفر عطاونا الضوء الاخضر والدفتر الاعباء تاع المكلف تاع التجهيز راه ديجا فات البارح في لا كوميسيون انتر سيكتوريال. ومن اجل تقريب الخدمات الصحيه لساكنه مناطق الظل يتم حاليا اعاده تهيئه قاعات العلاج بمختلف قرى الولايه. ومع بداية العد التنازلي لموسم الاصطياف تشهد في الآونة الأخيرة الشواطئ الممنوعة من السباحة إقبالا كبيرا من الشباب وخاصة الشواطئ الصخرية، ما يشكل خطرا كبيرا على أمن وسلامة المصطافين. العينة من شاطئ جنبار بعين طايا مع محمد أبي إسماعيل. لطالما كانت الشواطئ ملاذ من يريد أن يستمتع بزرقة البحر وسحر رماله، لكن هناك بعض الشباب من يريد الولوج إلى الشواطئ الصخرية متحديا خطورتها. بارابور البحر تاع رميلة، دوك البحر تاع رميلة تاع تروح تريح فيه باراسول تلعب دومينك، فهمني واش حبيت نقصد لك؟ هي في الدنيا هذه اللي ما يريسكيش في حياته ما عاش للاخر. ميم بلي بلاص واحد اخرين بارلي روشي كاين ثاني عنده دونجي باغ اكزومبل كي تعوم تاع في البلاص فيها الرمل. تلاش حتى اللي تاعي تهبط ماشي كيما هنا بارابور لهنا، تروح من هنا اللي كاين روسي تروبوزي سي بيان سور دونجي لي كبير ودونجي. خلي الدراري صغار احنا ننسيو نعوموا نعسوهم. احنا كي نروحوا لتماتيك لي غاردين لي لا بلاج واش يقول لك انتوما ما تدخلوش لونت فامي برك هاك فاهم سما ما كاش وين نروحوا. ولضمان موسم الصيف دون حوادث خاصه ما يتعلق بالغرق
فرق الحماية المدنية كثفت من مجهوداتها بتوعية المصطفين وتحسيسهم بعدم الولوج للأماكن التي تنعدم فيها الرقابة. أنا نقول الأمهات والأباء، يعني الناس اللي تموت الصغار في السن أنه مازال ما يدركش ما معنى الحياة، لماذا تخلوا الأبناء تاعكم يتوجهوا للشواطئ الممنوعة بها السباحة؟ شواطئ ممنوعة السباحة منعت لأغراض تحدث عنها، صخرية ملوثة بعيدة المسلك. بين خطورة السباحة في الشواطئ الصخرية الممنوعة والسباحة في الشواطئ المسموحة المفتوحة للجميع، خيط رفيع اسمه الوعي. ومن التهور ما قتل. تنفيذا للاستراتيجية الجديدة لإعادة بعث مشروع السد الأخضر، وضعت محافظة الغابات للمدية خططا من أجل الانطلاق في العملية، وذلك بتنصيب خلية ولائية تسهر على ذلك. محمد جبيلي. بداية العملية كانت بشق المسالك الغابية والريفية على امتداد 15 كيلومترا لتهيئة الأرضية والظروف الملائمة للمشروع. عندنا مشاريع انطلقت في إطار البرنامج القطاعي اللي يتمثل فيه مسلك غابي على مسافة 7.6 كيلومتر ببلدية عين بوسيف منطقة الباردة. أما في بلديتي عين بوسيف وسيد دمد عندنا طريق مسلك غابي على مسافة 9.4 كيلومتر وهو في قيد الإنجاز. 100 هكتار من التشجير الغابي و64 هكتارا للأشجار المثمرة، وعمليات أخرى موازية في المرحلة الثانية والمنتظر انطلاقها شهر أكتوبر القادم. كذلك توجد عدة مشاريع من بينها الأحواض المائية هي المقدرة بخمسة، والكابتاجيا ميناجمو ديسوس اللي ترى عددها ب 14، كذلك بلونتاسيون فرويتير الأشجار المثمرة، وهذا حفاظا على السكان الموجودين في المناطق هذه، واللي ثاني كما يكذلك لازم يكونوا شركاء في هذا في إنجاح المشروع. إعادة بعث مشروع السد الأخضر من شأن أن يخلق الثروة الغابية المختلفة ويسهم في تثبيت الساكنة. في القطاع الفلاحي تعكف العديد من المستثمرات الفلاحية بولاية تيباز على زراعة الفواكه الاستوائية. العينة نتابعها من مستثمرات ولاية تيباز مع يونس لكحال الديبة. غرب ولاية تيبازا مزرعة عم حسين التي خصصها لتجارب زراعة الفواكه الاستوائية، منها فاكهة إجاص الشمام والمعروفة بالبيبينو. بغيت تنتشر لهنايا، ملي عنده مريض ديابيت ولا البروستات الفروي هذا لازم يكون 3000 2000 فرانك في كامبري سامبوليك باش الناس قادرين كامل يقدروا يشريوه ويدوروه. فاكهة أخرى استطاع تجربتها هي فاكهة الكروكري والقادمة من دولة البيرو، ثمار ينصح بها لعلاج عدة أمراض. تيم بلانت جابوها لي من فرنسا اسمها الكروكري دي بيرو. قلت له اسكو جو بو بروند؟ قال لي افيك بليزير. مد لي ديك لا بلانت وما جربتها وما تكبرت منها ونشوف كيفاش تعطي الا غوندي، وكل خطره نشوف واش تعطي الفروي هذا باسكو كنت ما نعرفوش. البابينو هذا نجي نديه من عند الحسين نسر به جماعه اللي عندهم السكر، وكاين جماعه اللي سياوه كي نوض الصباح يشوف السكر تاعو يلقاه 3 غرام 3 غرام كالك، كي ياكل شويه من بابينو ان بتي ترونش ان كارد دو ابري يصير تروى بك ان غرام ولا ان غرام 20 ان غرام 15 ان غرام 10. فواكه اعتمدها الرياضيون ايضا لما لها من فوائد على رشاقه الجسم. انا شوي دون دومين دو سبورتيف مي صدر نصح بزاف الاصدقاء تاع اليوم في دومين سبورتيف، خطات المناعه بزاف هذه وتعطي التوازن تاع الغذاء. مزرعة من شأنها أن تكون بداية لمستثمرة فلاحية استوائية تنتج أنواعا عديدة من الفواكه. وفي التنمية الفلاحية أيضا، منطقة سبسب بغردايا واحدة من المناطق التي انفرد فلاحوها بإنتاج العديد من المحاصيل على غرار الفول السوداني والفواكه الموسمية. سمية مزوار.
فلاح سبسب بغرداية من تحويل أراضٍ قاحلة إلى حقولٍ خضراء تنتج محاصيل شتى. فوفرة المياه ونوعية التربة والظروف المناخية عوامل ساهمت في بروز عدة منتجات فلاحية. هذه الفلاحات اللي هي تحتاج دعم باش تعطي مردود أكثر. هذا الدعم يتمثل فيما يخص المجهود نتاع الدولة اللي هاي الله يبارك الحمد لله عاونتنا بجميع البرامج. يبقى يعني رقم كل هذا المجهود لكن ما زال يخص، وخاصة يعني عندنا عدة فرجات استثمرتهم الدولة وخدمتهم لنا وقاعدين مجهولين. علاه؟ لأنهم يعني الفلاحين ما يطيقوا يديروا لنا تجمعات، ماذا بنا من الأحسن نطلبوا من الدولة إلى في استطاعتهم وقادرين يديروا لنا ديوان يتمثل ديمالي ديوان يسيرنا هاد لي فراج اللي راهم قاعدين حابسين باسكو يزيدوا في التنميه. زراعه الفول السوداني واحده من اشهر الزراعات بالمنطقه، جوده الانتاج جعلها تحظى برواج وطني. غارس نركسل 3 هكتار تاع كاوكاو، وعندي 20 بيت تاع 20 بيت بلاستيكي نخدم فيه الدلاع في الموسم، نخدم فيه الدلاع والمرحوم. والصنايع معول ان شاء الله ندير فيها الخضر المبكرة ذي تاع الطماطم الباذنجان. بلدية سبسب مدينة فلاحية، وحنا ماذا بينا يعني تستفاد أكثر استفادة في المجال هذا، وماذا بينا ثاني يجيبوا لنا وسائل متطورة علمية يعني باش تولي الفلاحة تاعنا نامية وشي كبير إن شاء الله. توسيع المساحات الزراعية الخاصة بهذه المنتوجات الفلاحية وتقديم الدعم اللازم المطلب الملح لفلاحي المنطقة، ما من شأنه ضمان منتوج وفير ذو جودة عالية لتحقيق الريادة في عديد المحاصيل الفلاحية. من أجل بناء اقتصاد جزائري جديد وفي إطار تجنيد المتعاملين الاقتصاديين ذوي الجنسية المزدوجة للمشاركة في هذه العملية الاقتصادية، احتضن أمس مقر السفارة الجزائرية بفرنسا لقاء نظمته غرفة التجارة الجزائرية بفرنسا لتشجيع المستثمرين ذوي الجنسية المزدوجة للاستثمار في مختلف المجالات حسب ما أقرته الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي. التغطية لعفاف بالهشات والتقرير لهشام بوميدة. اعتبار المتعاملين ذوي الأصول الجزائرية أحد أعمدة الدبلوماسية الاقتصادية هو توجه أول اجتماع بعد الحجر الصحي مع أعضاء الغرفة الجزائرية للتجارة بفرنسا عشية انعقاد الملتقى الوطني للإنعاش الاقتصادي. هو اجتماع تضمن اقتراحات في عديد المجالات تخص الطاقات المتجددة وتطوير استخدام الطاقة البديلة في صناعة السيارات ومرافقة المشاريع عبر تطوير مناطق امتياز أو أقطاب تكنولوجية. السيد رئيس الجمهورية شدد على إسهامات الجالية الوطنية بالخارج عبر وضعها لمعارفها وخبراتها في خدمة البلد وإمكانية تدعيم تصدير المنتوج الوطني سيما إلى فرنسا، وأيضا كيفية الاستثمار بالجزائر. مقترحات عديدة للمشاركين يربطون تجسيدها بتجاوز بعض التصرفات البيروقراطية. عندما نأتي لا نأتي وحدنا كجزائريين بوسائلنا الخاصة، بل بمعية مستثمرين أجانب. وأحد المعوقات التي لاحظناها هي أن الاستيراد لابد أن يكون فقط للجزائريين. ما ينقصنا وأنا أعمل بالجزائر منذ 10 سنوات في مجالات مختلفة هو أننا لا نثق ببعضنا. وحين تكلمنا عن العرقلة فلدى الإدارة العمومية المؤسسة الخاصة مشكوك فيها. اللقاء شدد على الثقة المتبادلة وعلى ضرورة التقدم جنبا إلى جنب، وهو أساس ما جاء في الملتقى الوطني للإنعاش الاقتصادي. في الملف الفلسطيني أكد الرئيس محمود عباس استعداده للتفاوض مع المحتل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، داعيا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة. هذا وكان الرئيس عباس قد دعا الفصائل الفلسطينية وخاصة حركتي فتح وحماس إلى حوار وطني شامل لإقرار آليات إنهاء الانقسام لتحقيق أهداف وطموحات الشعب الفلسطيني. ميدانيا أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع أطلقته قوة الاحتلال خلال اقتحامها بلدة العيسوية في القدس المحتلة. الآن طواف دولي مختصر مع حفيظ عبد الصدوق.
بعد استشعار علامات على وجود أحياء تحت الأنقاض، يواصل رجال الإغاثة في لبنان البحث عن ناجين من انفجار ميناء بيروت المهول. رغم مرور شهر على الكارثة، يبقى الأمل في العثور على أحياء يراود أهالي المفقودين. تخطت البرازيل 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، محتلة المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ليشكل البلدين أكثر من ثلث حصيلة العالم من الإصابات، فيما سجلت الهند حصيلة يومية قياسية بأكثر من 80,000 إصابة. بعد أن خلف خسائر فادحة في الكوريتين، يواصل إعصار مايسك زحفه ضاربا سواحل اليابان والصين وروسيا، فيما أظهر خبراء صورا من الفضاء تبين قوة الإعصار، محذرين من إعصار آخر قادم أكثر خطورة وهو إعصار هايشن العنيف. بعدما يقارب القرنين، عثر مجموعة من العمال في نافورة بلدة فيرفيرز ببلجيكا على علبة مصنوعة من الزنك بداخلها قلب يعود إلى العمدة بيير ديفيد، وهو أول عمدة يحكم البلدة، لتتحقق بذلك الأسطورة المحلية القائلة بأن قلب العمدة ديفيد مدفون في النافورة. أول حدث دولي كبير في الصين منذ بداية الجائحة، افتتاح معرض الصين الدولي للتجارة لأحدث التقنيات الرقمية والمنتجات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي بمشاركة عارضين أجانب عبر الإنترنت. وإلى بلادنا العودة، تنوع أشجار حديقة التجارب بالحامة التي يعود عمرها إلى مئات السنين ما أضفى جمالية خاصة بالمكان، فأشكالها تجذب الزوار وتجعلهم يتشوقون لمعرفة تفاصيل تاريخها. نادية السلطاني. تشد انتباهك بمجرد دخولك إلى حديقة التجارب بالحامة، هي أشجار متنوعة ونادرة يأخذك الفضول إلى التساؤل عن تاريخها. والبداية كانت من ممر أشجار التنين أو ما يعرف بدراسينا دراكو. هذا النوع تاع الأشجار موطنه الأصلي جزر الكناري، حتى في الموطن الأصلي تاعه هي في طريق الإنقراض. أوراق أو شجر التنين عنده قدرة هائلة على امتصاص الغزلان المواد السامة في الهواء. كل القواميس قد تعجز عن وصف جمالية هذه الأشجار النادرة، فممرات الحديقة تجعلك تتيه في عالم خاص باكتشافك وفي كل ممر لحكاية نوع آخر من الأشجار، هذه المرة أشجار اللبغ أو ما يعرف بالفيكوس. يزهو ويزدهر في المناطق الاستوائية. الملفت للانتباه عند هذا النوع تاع الشجر كذلك هو جذوره الهوائية. جذوره الهوائية حين ملامسة التربة راح تغير من شكلها وعملها، وراح تصبح آنذاك جذع حامل للتفرع الأفقي للشجر الفيكوس. جبدت انتباه تاعنا مليح وشفنا أشجار متنوعة الله يبارك. حاجة اللي تجبني هي الأشجار، شغل تلقيهم منظر طبيعي، كاين الهواء نقي. الاشجار شغل كل وحده كيف نوعها، بلاصه في الظل، وكاين جي جاردان ديالي نحب نصور مع الشجر. الحديقه ملاذ للباحثين عن الهدوء والسكينه في احضان الطبيعه. ومن سكينة الطبيعة إلى سكينة الروح، حيث على الرغم من أزمة كورونا التي تسببت في توقف الدراسة منذ شهر مارس، إلا أنها لم توقف طموح وعزيمة تلاميذ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين شعبة الزاوية العابدية بتوغورت من ختم حفظ القرآن الكريم كاملا في هذه الفترة، وذلك عن طريق التواصل المرئي عن بعد. محمد أيوب النونة. الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
رغم أن أزمة كورونا تسببت في توقف الدراسة لمدة فاقت 5 أشهر، إلا أنها لم تتمكن من توقيف عزيمة وطموح أطفال في سن الزهور من ختم حفظ القرآن الكريم كاملا. اسمي جودي عبد العزيز، عمري 13 سنة، أدرس في السنة الثانية من التعليم المتوسط. قسمت القرآن الكريم في هذه الفترة من الحجر عن طريق الدراسة عن بعد. أولا نشكر الله على هذه النعمة وهي ختم القرآن الكريم، وثانيا نشكر معلمي وهو الشيخ حمزة الحجي الذي ساعدني على حفظ القرآن، وثالثا أمي الذي ساعدتني. 5 أشهر من الحجر المنزلي استغلها تلامذة المدرسة القرآنية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين شعبة الزاوية العبيدية بتوغورت في حفظ القرآن الكريم في بيوتهم، ومتابعة ومرافقة من طرف معلميهم عن طريق وسائل التواصل عن بعد بالصوت والصورة. من خلال هذه التقنية كل تلميذ يستفيد من ربع ساعة إلى 20 دقيقة إلى نصف ساعة، يعني في بمعدل حصتين في اليوم. لجأنا إلى المسنجر والإيمو والفيسبوك وما إلى ذلك من وسائط التواصل الاجتماعي أو الوسائط الحديثة التي تسهل علينا المواصلة في القرآن الكريم. وسائل التواصل عن بعد مهما قيل عن سلبياتها على الأطفال، إلا أن هذه التجربة في حفظ القرآن الكريم نجحت بفضل مساهمة الأولياء خلف الكواليس لمتابعة أبنائهم عن قرب. وصلنا إلى ختام النشرة، تذكير بأبرز ما ورد فيها: إخماد حريق جراء تسربين للنفط بوادي صوف من قبل أعوان الحماية المدنية دون تسجيل خسائر بشرية. إعادة بعث استراتيجية جديدة لاستكمال مشروع السد الأخضر بالمدية وبتيبازا فواكه العالم تلتئم في مزرعة نموذجية رائدة. الأشجار المسنة بحديقة الحامة مبعث للراحة والطمأنينة، وزاوية العبدية بتوغورت سكينة لحفظة الذكر الحكيم عن بعد. جمعة مباركة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.